سيدنا صباح الخير عليكم وصباح النور، نتمنى تكونوا بخير على خير وتكونوا ان شاء الله تعالى بصحه جيده وكنقضي واحد الوقت ممتع وان شاء الله تعالى بدايه ديال الموفق. فكما كتشوفوا متابعينا الكرام كنبداو معكم هذا الصباح هذا من تطوان من خلال يعني هذه الاجواء الصباحيه. هذه الاجواء الصباحيه صراحه هي اجواء جميله صباحيه هذا اليوم، بعد يعني الاجواء الشرقيه اللي كانت كتعرف على مدينه تطوان خلال هاد اليومين فائتين، لان اليوم كذلك يعني رجعت الحراره ورجع الجو المشمش والصباحي والجميل، يعني رجع مدينه تطوان. وكما كتشوفوا معنا يعني صراحه متابعين ديال الاجواء ديال مدينه تطوان من خلال يعني هاد الصباح. فتصبح متابعينا الكرام كما كتشوفوا اليوم يعني الجو صراحه يعني واحد الجو جميل، الجو اللي هو يعني الجو مشمش مازال يعني الجو الصيفي مازال في مدينه تطوان، رغم ان مدينه تطوان يعني بدات كتفقد الزوار ديالها، بدات كيغادروها يعني الناس اللي كانوا يعني معمرين على المدينه بزاف. صراحه مع اقتراب الدخول المدرسي مع كلشي يعني كما كتشوفوا معنا فهاد البث الصباحي المباشر، هاد الجولة الصباحية وهاد الأجواء الصباحية الجميلة اللي كنعيشوها معكم فهاد الصباح هذا. فيعني كما قلت يعني مع اقتراب الدخول المدرسي مازال يعني الأجواء ديال الصيف كتبان على مدينة تطوان، يعني مازال يعني المدينة كتعرف يعني أجواء مشمشة. مازال الحال سخون حاليا، يعني كما كنقولوا حنا عنب الشماليه، حنا دابا هذا هو الجو ديالنا، هذا هو الشهر ديالنا، هذا هو الوقت البحر ديالنا. فالناس ديال مدينه تطوان حاليا يعني هما اللي كيستغلوا يعني هاد الاجواء الصيفيه اللي مازال باقا يعني كيستغلوا هاد الاسابيع الاخيره ديال شهر اغسطس ومع دخول كذلك يعني شهر شتنبر هما يعني كيستغلوا هاد الاجواء. اذا المتابعين الكرام كيف كتشوفوا معنا يعني من خلال هاد الاجواء الصباحيه ديال هاد اليوم هذا، فهادي اليوم في مدينه تطوان كما كتتابعوا يعني هاد الجو الصباحي وهاد الاجواء الصباحيه صراحه يعني جو جميل كتعرفوا مدينه تطوان هذا اليوم هذا. نتمنوا يعني الناس يتمتعوا بهاد النهار هذا ويقضيو واحد الوقت ممتع ويتمتعوا بهاد الاجواء ديال المدينه. وانتم كذلك يعني متابعينا الكرام اي واحد يعني فاق هاد الصباح وخرج، يعني كل واحد على حسب الاشغال ديالو، كاين اللي غيمشي يعني للعمل غيتوجه للعمل ديالو، كاين اللي غيمشي يتبحر، يعني كل واحد شنو غادي يدير. نتمنى لكم يعني تسليو وقت ممتع ان شاء الله تعالى، نتمنى تكونوا يعني بخير على خير، نتمنى لكم بداية يوم موفق ان شاء الله، الله يجيب السهل والتيسير للجميع، الله يوفق ويحاول الجميع. ف بالنسبه للناس اللي باغا تفيق وتعرف يعني كيفاش دايره الاجواء، فهي كتكون الاجواء اليوم في مدينه تطوان جو صيفي بامتياز متابعينا الكرام. ف هاد الجمعه كتشوفوها يعني كلشي، نتمنى تكونوا بخير على خير، نتمنى يعني تكونوا ان شاء الله تمتعوا بهذا الجو هذا وتقضيو واحد الوقت ممتع رفقه العائله ورفقه الاهل ورفقه الاحباب ديالكم ان شاء الله تعالى. اذا متابعينا الكرام وصلنا معكم يعني لنهاية الجولة الصباحية ولا الأجواء الصباحية اللي كتعرفها مدينة تطوان. كنشكركم على المتابعة ديالكم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله، حول اللقاء إن شاء الله تعالى.